وأخيرا نذهب في رحلة مع داود النبي الذي قال عنه الله: وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. وعبارة وجدت داود تعني أن الله كان يبحث ووجد هذا القلب، ولذا نبحث معه من خلال مزموره كيف كان يقضي وقتا بهيا مع الله، ونأخذ منه خطة فيها الوقت والسيرة والحياة السعيدة. وإذ نضع هذا العمل بين يديك أيها الحبيب ونهديه إلى كل نفس تشتاق أن تسير في حياة الفضيلة لكي يكون نوراً